أخبار اليوم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة معنا من فقرة الصحة والرشاقة في رمضان. النهاردة هيكون معنا كابتن طارق خيري، هيكلمنا عن نظام غذائي وتمارين صحية. تعالوا بينا النهاردة نشوف هيقول لنا. النهاردة هنتكلم عن الإبر الصينية والأعشاب الطبية، والاثنين هيكون لعلاج النحافة. أما بالنسبة للإبر الصينية فدي اكتشفها العلماء الصينيين من قديم الأزل، وكانوا بيعالجوا بها بعض الأمراض عن طريق الوخز بالإبر في مناطق معينة أو في نقط معينة في الجسم، بحيث أنها تؤدي وظائف معينة وتأثير معين. بيكون التأثير الإيجابي في النقط المحددة. بالنسبة للأمراض اللي في الجسم اللي بيستشفى منها، بيكون أمراض ساعات عضوية وساعات أمراض إدمان وأمراض نفسية. فالوخز بالإبر الصينية بيكون في مناطق الأذن والإيدين والبطن وبعض المناطق التانية، بس لازم يكون تحت إشراف دكتور متمرس وفاهم النقاط دي هي فين وتأثيرها إيه بالظبط. أما بالنسبة لموضوعنا اللي هو موضوع النحافة أو التخسيس معنى أصح بالإبر الصينية، فده بيكون يعني تحت إشراف دكتور متمرس، والمكان اللي بيكون الوخز بالإبر فيه بيكون في منطقة البطن، وعلشان ينزل منطقة البطن. وبينصح أن يكون مع الإبر الصينية يكون فيه تمرين في جيم، ويكون ماشي على دايت، ودي أهم حاجات بينصح بها الأخصائي أو الدكتور. بيقول لك لازم تكون أنت بتعمل رياضة، ولازم تكون أنت إنسان يعني غير مفرط في شرب الكحوليات ولا السكريات ولا كل الحاجات دي، بتبتعد عنها خالص لأنها مؤثرة بطريقة سلبية مع الإبر الصينية. فكل الحاجات دي بينصحك بها الدكتور الأخصائي. أما عن الأعشاب اللي بتعمل تخسيس، فهي موجودة كتير وموجودة عندنا في عند العطارين وعند الجماعة اللي هم المتخصصين بتوع العطارة. يعني أول الحاجات ديت بيكون عندنا مثلا الشاي الأخضر من عند العطار، وفي عندنا برضو الجنزبيل، وفي عندنا الكمون وليمون، وفي حاجة أخيرة اللي هو البرقدوش. كل ده مسحوق بيتغلي على النار وبيتشرب على الريق من غير سكر، وبيؤدي إلى نسبة أو ارتفاع نسبة الحرق في الجسم، بيخلي الجسم ترتفع فيه نسبة الحرق لأعلى مستوياتها. ودي نصيحنا لكم النهاردة، ومتشكرين جدا، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. النهاردة تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد على موعد مع الصحة والرشاقة. كونوا معنا.